العمله القطريه والمصحف ولا شيء حلو. اي والله والله شو ذكرى لقى ذكرى سيد راسي لقى شو ذكرى سيد راسي هذا ما راسه هذول اعطاني اياهم بس ارجي المتابعين شلون خططوا الله وكيلك بدي اصفطهم هلا اذا بدك حزير شو هدول منضبهم سيد راسي لا هديه لا بس لك شغلي جيب له نسخه من المصحف الكريم من المصحف سيدي بدالهم من وهاي ايضا هديه كمان هي هديه اه وفقك الهي فضحتني ذكرى هذه اوعى تاخذهم اوعى تاخذهم هديه يا سيد راسي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهديه بس هيك الهديه كل شيء اخذ في سيف الحياء فهو حرام يا ابني وكيلك هديه قال لي الله وكيلك طيله سيمو هديه هي لو ما اعطانا اياهم نصور فيهم كنا رجعهم رجعهم هلا بيبكي هو عم يرجعهم الله وكيلكم شو الله يخلص يا ابو عمر خلاص هدول بدي اصبطهم ببيت الموني ايوه خلاص اذا هيك وبدنا نصور فيديو ونرجيه انه مصمومين لانه هلا بيكذب لا انا بيسرقونا لبيت الموني الله وكيلك خلص اذا هيك افحمنا ابن جيم الله يخلي لنا هالعين ونورت هلا بيبرد الاكل ان شاء الله فيها العافيه تحياتي على راسي بزيد على اورمه تسلم شاركنا والله يا عيني احبك والله الله يشفنا يا الله على الاورمه كلهم يا جماعة ما هيزيد شيء سيد راسي نزلوا لي ضيافة الله يرضى عليك ها نزل لي هيك شيء شغلة هيك زبطوا لي الوضع